بونسوار. حلقة جديدة من Property Yours رح منتبعها سوا الليلة على أمل نرضي أذواقكم ونساعدكم على اختيار الشقة السكنية المناسبة بالإضافة للمكاتب والمحلات. حلقتنا الليلة تتضمن جولات جديدة بمناطق جديدة، وأيضا رح نستعيد فيها جولات سابقة لنا بمشاريع سكنية وتجارية. منتبع سوا مع شادي. فيجن 210 بروجي بنايه مؤلف من شقق سكنيه للبيع. 12 طابق بالاضافه لطابق دوبلكس على الروف، كل طابق شقه، واللوكيشن لفيجن 210 على حدود سوليدير جنب سرايا الكبير. كل شقه بهالمشروع مساحتها 225 متر مربع، هاي كواليتي ستاندردز، ثلاث غرف نوم بالاضافه لاثنين باركينج لكل شقه. الشيء اللي بيميز هيدا البروجي هو الهندسه الرائعه والفيو الحلو. برايم لوكيشن لبروجي فيجن 210 اوفر لوكينج لجبال لبنان بالاضافه للبحر من فوق داون تاون بيروت. 4500 دولار بالمتر ستارتنج برايس والدليفري ديت بجولاي 2013. فيلا جديدة للبيع بمنطقة عمشيت بقلب جيتد كوميونيتي، كلها فيلل تبعد 10 دقايق عن الأوتوستراد وفي إلها فيو مطل على البحر. الفيلا من برا قسم منها ملبس حجر وقسم الثاني بيتون بريد بالإضافة لفنس حديد على كل الأرض. الليفينج اريا تبع هالفيلا مؤلف من 1000 متر مربع سكن مقسم على خمس طوابق، طابقين تحت الارض وثلاث طوابق فوق الارض. طابقين يلي تحت الارض بيتضمنوا طابق للباركينج وطابق للميد روم والشوفور. هيدا الطابق اللي هون بيتالف من غرفه للضيوف مع حمامها، مطبخ، واكيد الريسبشن اريا بتطلعنا لبرا على التراس. هيدا تاني طابق للفيلا بيتألف من ليفينج اريا بالإضافة لأربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر. كل غرفة نوم بتطلعنا على بلكون صغير بالإضافة لخزانات خشب بالحيط. هيدي الماستر بدروم الأساسية إلها واجهة كتير كبيرة مطلة على الفيو بالإضافة لشوفاج اي سي سنترال وأكيد ووك إن كلوزت مع حمامة. آخر طابق لهالفيلا طابق الشاحت، بعده كله مفتوح على بعضه، مجهز بيه التواليت بالإضافة لتراس داير من دار. مطبخ هالفيلا مساحته لحاله تقريباً 35 متر مربع، مجهز بكاونتر توب جرانيت، فولي إكويبت بمكانات ستانلس ستيل وأومكاستري بالإضافة لوركينج أريا بالنص كتير كبيرة. شكلها ولونها للفيلا كتير مودرن، الماتيريال يلي مستعملة فيها من النوعية المرتبة، فينيشينج هاي اند، درابزين ازاز لكل التراسات بالإضافة للدرج الداخلي، أرضية كلها رخام بالإضافة لديكور جفصين، اي سي سنترال بكل الفيلا، شوفاج على الميزوت بالإضافة لتدفئة بالأرض، خمس غرف نوم، ست حمامات، فولي اكويبت كيتشن لهالفيلا. الارض يلي مبنيه عليها الفيلا مساحتها 1200 متر مربع مطله على فيو بحر ما بيتسكر عليه.
شقة فخمة للبيع ببناية جديدة بمنطقة المطيلة بالمتن على الطابق الأول وبتبعد دقايق عن الأوتوستراد. خلينا نشوفها سوا. الشقة من جوا مساحتها 225 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، تواليت للضيوف ومطبخ، 3 ريسبشن ارياز بيطلعونا على بلكون لبرا مطل على الفيو. أكيد مواصفات الشقة بتتضمن بلاتر خام وشوفاج وأكيد دبل جليز دبل وول بالإضافة لإلكتريك شاترز على الكهرباء. مطبخ الشقة مريح وواسع، جهز بكاونتر توب جرانيت، مجلى ستانلس ستيل وفي له بلكون. البناية من برا كلها ملبسة حجر، الشقة من جوا جديدة وجاهزة للسكن، والشي يلي بيميزها هو هالبلكون يلي بيطل على فيو بحر ما بيتسكر عليه. 225 متر مربع بالمطيلب، برايم لوكيشن، حالياً بالسوق ب$440,000. شقة فخمة كتير بمنطقة غزير كسروان، من الطابق الأرضي لهالبناية يلي عمرها 3 سنين. الشقة بتبعد عن الأوتوستراد 5 دقايق تقريباً، والحلو الشيء المميز فيها إنها برايفت وإلها 3 مداخل مستقلين. مدخل الأساسي من البناية، مدخل لبرايفت باركينج تحت البيت على الريموت كنترول، ومدخل على الجنينة من ميلة الطريق. الشقة 250 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، فولي ديكوريتد، من هون تواليت ضيوف مع المطبخ، مطبخ كاونتر توب ومجلى جرانيت، اكويبمنت ستانلس ستيل، ريسبشن اريا مؤلفه من صالون، سفره واوضه قعده، البلاط صخر تلياني متر بمتر قياسه، ديكور جافسين بالسقف مجهز بسبوتات واندايركت لايتنج، شوميني ستايلش على الحطب كتير مهضومة. الليفينج اريا مجهزة بديكور خشب بالسقف، واكيد الريسبشن اريا كلها سوا مجهزة بسبلت اي سي يونت. وراي دغري 3 غرف نوم، 2 منهم ماستر بدروم، 3 مجهزين بسبلت اي سي يونت، والغرفة الأساسية حمامة مجهز بجاكوزي. كل غرف نوم البيت لهم اكسية على 220 متر مربع تراس تابع لهالشقة، واكيد فينا نطلع له كمان من الريسبشن اريا والمطبخ. شقة من جوا